اهلا بيكم. النهارده هنكمل كلام في كونفيجريشن مانجر سيرفر. زي ما شايفين اللاب بي سي المره دي الايقون بتاعته اتغيرت علشان بس اللاب بي سي الماشين ذات نفسها حصل لها شد امن، فسمعت على طول في الكونفيجريشن مانجر سيرفر اللي هو هو الكلاينت ده اكتف اللي انا كنت بتكلمه وقت قريب، ولسه كنت عامل الانفنتوري عنده وقت قريب، بس هو دلوقتي حاليا مش اونلاين بيعلم في الاكس تو كده. النهارده هنتكلم عن الريموت كنترول. لو جيت على الماشين كليك يمين ستارت ريموت كنترول كده، انت هتقدر تعمل ما هو شبيه بالريموت ديسكتوب. الفرق بين الريموت كنترول والريموت ديسكتوب ان انت اليوزر اللي هيخش ريموت كنترول عند او الادمن اللي هيخش ريموت كنترول عند اليوزر هيقدر يشوف الادمن بيعمل ايه. يعني الادمن هيخش في نفس السيشن، مش هيطرد مش هيطرد اليوزر زي ما بيحصل في الريموت ديسكتوب. الريموت ديسكتوب هو حد بس بيكون موجود في السيشن، لا الريموت كنترول يعتبر زي التيم في ار كده، اللي هو الاثنين شغالين على نفس السيشن. لو جينا هنا على الماشين بتاعت الويندوز 8 وعملنا لوجن، وجيت على الديس بي سي كمبيوتر كنترول بانل كونفيجريشن مانجر كومبوننتس، هتلاقي عندك كومبوننت موجود بتاع ريموت تولز ايجنت، بس هو ديسيبل. هو اوكي اوريدي انستولد بس ديسيبل، ده مش هينفع تستخدمه. طب عشان اعمل له انيبل هنعمل ايه؟ باجي على السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر، واروح على ادمنستريشن كلاينت سيتنجز ديفولت كلاينت سيتنجز، ريموت تولز، كونفيجر، انيبل. طب انت عاوز تحط الفاير وول اكسبشنز على الكلاينتس ولا لا؟ اوكي عاوز تعملها على الدومين نتورك برايفت نتورك وبابليك نتورك ولا الدومين بس؟ هلو اوكي. عاوز اليوزرز يقدروا يتحكموا في السيتنجز اللي انت تعملها هنا ولا لا؟ فانا هقول له نو. طب لو الريموت كنترول اون انتيتي الكمبيوتر، لو حد سايب الكمبيوتر بتاعه مش شغال، تسمح للادمنز اللي هم يخشوا على الجهاز ده ولا لا؟ سايبين هيس. لما اليوزر هيجي يخش ريموت كنترول لازم تسال اليوزر اول قبل ما تخش ريموت كنترول ولا لا، سايبين هيس. لو انا عاوز اخد حاجه من الكليب بورد او انقل فايل ترانسفير فايل والكلام ده، اللاود ولا لا؟ او اسال اليوزر ولا لا؟ اللوكال ادمن جروب على الماشين هيقدر يعمل ريموت كنترول لا لا؟ اللي هيأكسس الريموت كنترول سيشن هيقدر يشوف اونلي ولا هيقدر يعمل فول كنترول؟ مين اليوزرز الالاود اللي هم يعملوا ريموت كنترول؟ هقول ست يوزرز كده. خلينا نقول عندي انا عندي يوزر هنا اسمه احمد مثلا، ممكن تقدر بقى تحط جروب. عاوز تحط تظهر نوتيفيكيشن بار اللي فيه سيشن شغاله في ريموت كنترول زي مثلا ديت ولا لا؟ عاوز تعمل في صوت السيشن بدات وانتهت ولا لا؟ عاوز تمانج الريموت اسيستنت. الريموت اسيستنت لو انتوا فاكرين في الام اس اي الام سي اس اي تعتبر اللي هو انا كنت بدي فايل لليوزر هيستوتو من عنده بحيث الادمن يقدر يخش مع ريموت سبورت. ريموت كنترول تعتبر زي الريموت زي ريموت اسيستنت، بس الفرق الريموت اسيستنت انا بقدر ابتدي السيشن، مش لازم ادي فايل او اليوزر يديني فايل عشان ابتدي افتح عنده السيشن. دي بعض السيتنجز الموجوده للريموت اسيستنت. عاوز تلاقوا الريموت ديسكتوب سيتنجز على الجهاز ولا لا؟ اللاو البريميتد فيورز عشان يقدروا يكونكتوا على الريموت ديسكتوب ولا لا؟ النتورك ليفل اوثنتيكيشن على الجهاز ده انت عاوزها تبقى انيبلد ولا لا؟ هقول له اوكي. فانا كده عملت السيتنجز بتاعتي، هروح على ويندوز 8 رن الاكشنز اكشنز ماشين بوليسي ترايفل بوليسي اند ديفيريشن. اوكي هديله دقيقتين كده، وبعد كده لما هاجي على كونفيجريشن مانجر كومبوننتس هخش على الريموت تولز هتلاقي اتقلبت من ديسيبل انستولد او انيبلد. في بعض الاحيان لما بتعمل ماشين بوليسي ممكن ما يحصلش الاكشن اللي انت عاوزه، فممكن تعمل يوزر بوليسي دي كمان علشان
تعمل اكشنز، او ممكن ولو جيت هنا دلوقتي على components على remote tools agent هتلاقي enabled، فانا كده اقدر ابتدي اعمل remote sessions. تاني حاجة لو انا جيت على الكمبيوتر هتلاقي في جروب موجودة عندك local group اسمها config manager remote control users، لو فتحتها هتلاقوا اليوزر اللي انا كنت حددته من جوه الكنترول من جوه الكلاينت سيتنجز موجود هنا اهو. فكده الادمنستريتور واليوزرز اللي انا حددتهم في الكلاينت سيتنجز هم اللي هيقدروا يعملوا ريموت كنترول على الماشين. انا لو جيت دلوقتي على الاس اس ام، جيت على الاسيت اند كومبلاينس ديفايسز بتاعي الاف بي سي، كليك يمين ستارت وكنترول، هيحاول يكونكت اهوت بالكنترول كنترول مود كونكتنج الاسكنج في اليوزر، هتلاقي هنا ابروف ولا بنايل لحد يخش معاك في مود ابروف، البره اللي احنا قلنا له اظهره والصوت اللي ظهر في الاول، وفي ايكون هنا في التاسك بار اللي هو انت دلوقتي في ادمنستريتور شغال عندك. انا كادمن اهو الدنيا مفتوحه عندي، هقدر اكنترول الجهاز كاني قاعد عليه بالظبط زي التيم فيور بالظبط، انا شغال على الجهاز والراجل هناك في الجهاز قاعد يتفرج عليا انا شغال بعمل ايه. هنا انا فتحت الديسكتوب وانا شايف كل حاجه، هقدر اقفل السيشن من هنا، اقدر اكونكت عليه تاني. المره دي خلينا نكونكت بطريقه تانيه، انت هتلاقي مجرد ان انت بتنزل الكونسول هتلاقي عندك حاجه اسمها ريموت كنترول فيور، هتكونكت على انت على اللاب من هنا تقول له كونكت، والمره دي بتدي له اسم اللاب او تدي له الاي دي بتاع الماشين، برضه اسكنج فور بيرميشن ابروف، عملت كونكت تاني على الجهاز. هنا الديتيلز بتاعت السيشن. في بعض الاماكن بتحب تخلي الادمنستريتور هو بيقدر يخش على طول من غير ما يحصل له ask for permission، واليوزرز العاديين يحصل لهم ask for permission. فده يتم ازاي؟ بنيجي هنا على administration client settings، هنقول له انا عاوزين نعمل custom client custom client device settings، هنختار remote tools هنسميها hello remote tools for admin هلو، وهاجي هنا في الاوت تولز هخليها انيبل برضه كل حاجه. الفرق الوحيد اللي انا هعمله هخلي الفيور اللي هنا الريموت يوزر فور بيرميشنز هقول له نو، وهخلي اليوزر اللي هنا هو الادمنستريتور. شيك نيمز كده اوكي اوكي، واشيل يوزر اللي اسمه احمد اوكي اوكي. فكده انا بقى عندي بوليسي هيحصل لها بروسيسنج الاول بريورتي رقم 1 اللي هو الادمنستريتور، لو هو اللي داخل هيحصل له، هو مش هيسال عن بيرميشن، او البوليسي العاديه بتاعتي اللي هي البيت بتاعتها 1000 اللي هيخش فيها اللي هو فيها احمد المره دي هيسال على بيرميشن. بعد ما كريت السيتنجز هقول له ديبلوي، هديبلوي على اول سيستمز اوكي. كده لو جيت هنا على الاول سيستمز المفروض لو جيت على لاب بي سي هقول له ستارت ريموت كنترول اسكنج فور ذا ريموت يوزر تو الاو كنترول. هحتاج الاول ان انا باجي على ويندوز 8 ماشين، هخش على الكونفيجريشن مانجر، ارن الاكشنز اللي هي ماشين بوليسي ريترايفل، وهنا سوفت وير ابديت ريترايفل. كده بعد دقيقتين ثلاثة لو جيت هنا على اللاب بي سي وقلت له ستارت ريموت كنترول هيقبل على طول من غير ما يسألني عن البيرميشنز. دخل معايا اصلا من غير ما يسألني على اي بيرميشن، فين ما اضطرتش ان انا اروح هنا اقول له لا والله ما